ورأيت عجائز اغتصبت بناتها فهي ترفض أن يدخل أحد بالكاميرا عليها، ورأيت رجالاً يطلب أن يخرج كل من في المجلس قبل أن يتكلم، ثم يقول: يا شيخ، اغتصبت أمام بناتي وزوجتي. التقيت بأقوام هربوا من اغتصاب وحرق وتقطيع وظلم ظاهر، هربوا من خلال الوديان والجبال والمزارع، وبعضهم أكلته الضباع والذئاب المنتشرة في تلك الأماكن. ولما علم ذاك الفاجر وزمرته، لما علم بهم وأن الناس بدأوا يهربون من خلال مزارع وديان، أمر زبانيته فذهبوا إلى تلك المناطق، ثم جعلوا يحفرون ويزرعون الألغام. فهم يقولون لي: نحن نمشي فلا نلبث أن نرى طفلا قد قفز في السماء ثم سقط ميتا بسبب هذه الألغام التي زرعت في طريقه. هذا من استطاع أن يهرب، من كان عنده مال يعطيه للمهربين لأجل أن يسلكوا به هذه الطرق. أما من لم يكن عنده مال، أو كان عنده مصاب أو جريح، أو كانت امرأة مع بناتها في بيتها قتل زوجها وأسر أولادها فلا تستطيع أن تتحرك من مكانها، فهؤلاء لهم قصة أخرى. حدثوني عن المساجد، فحدثني صبي صغير وفي عينيه يتم وعبرة، قال: يا شيخ، كنا في المسجد في حمص أثناء خطبة الجمعة، يقول: وفجأة دخل علينا هؤلاء الزبانية معهم أسلحتهم ومعهم عصي كهربائية، قال: فجعلوا يضربون الناس، فجعل الخطيب يحاول أن يهدئهم فصوبوا إليه الرصاص، قال: فنزل الخطيب من مكانه وتفرق الناس خائفين، فقام شيخ كبير عمره جاوز 80 حمامة في المسجد منذ أكثر من 60 سنة، قام هذا الشيخ يعاتبهم: ما تستحون حتى في بيت الله؟ قال: فأقبل إليه أحدهم ودفعه فسقط على الأرض، ثم أقبلوا إليه من قدمه وسحبوه في المسجد كله والناس ينظرون إليه ولحيته تكنس الأرض في خلال ذلك، قال: وجعلوا يسحبونه حتى نزلوا به من الدرج ثم على الرصيف، ثم حمله 2 وألقوه في السيارة. يقول الطفل: ولا أدري يا شيخ هو حي أو ميت. وحدثوني أن المساجد في درعا لما حيل بينهم وبين الصلاة فيها وأقفلت وصار كل من أراد أن يخرج من بيته قيد شبر قتل، قالوا: المساجد تحولت بعد ذلك إلى أماكن للفجور وفعل الفاحشة، ووالله يا شيخ لقد رأينا في داخلها كتابات فارسية سب للصحابة، لعنة الله عليكم يا أحفاد أبي بكر، لعنة الله عليكم يا ابناء عائشة، باللغة الفارسية، وكانوا يشربون الخمر في داخلها. أي ادعاء للإسلام وأي انتساب إلى الإسلام وأي تعظيم لله يدعيه هذا النظام بعد ذلك؟ حصرت درعا في أوائل هذا الجهاد المبارك على هذا الفاجر، حصرت درعا، فكان الناس في عطش ومسكنة وحاجة، لا ماء ولا كهرباء ولا طعام، وكان أولئك الفجرة يدخلون إلى البيوت عنوة فيسرقون ما فيها من طعام، وإذا بقي شيء من الطعام لم يحملوه معهم خلطوا بعضه على بعض، فخلطوا الرز على الزيت على الجبن على غير ذلك وخرجوا، ويأتون إلى مستودعات الطعام التي هي للمحلات الكبرى فيسرقون كل ما فيها ثم يحرقونها بعد ذلك، وأقبلوا إلى الصيدليات وسرقوا كل ما فيها من أدوية ثم أحرقوها بعد ذلك، وإذا وجدوا طبيبا يعالج الجرحى قتل أو أسر ولا يعلمون أين هو بعد ذلك، وإذا جاء بالجرحى إلى المستشفيات كان الحال بهم أن يأتي زلمة النظام ثم يأخذون هذا الجريح ويفتحون ثلاجة الموت ويلقونه فيها ويغلقون عليه، فهو يموت إما بجرحه وإما أن يموت في داخل الثلاجة
وإما أن يختطف إن كان له شأن، ولا يدرون أين هو بعد ذلك. وحدثوني أنهم كانوا يأتون إلى خزانات المياه ويرمونها بالرصاص من أسافلها حتى تخرج كل ما فيها من ماء، حتى إن بعض الأطفال يطل رأس برأسه من بيته ليشرب الماء من الشارع من شدة العطش. أما حكاية المعتقلات فهي حكاية طويلة، تسمع فيها الأسى وترى فيها الحزن، وتقر فيها بفجور أولئك وبعدهم عن الدين وضلالهم، وأنهم لا يستحقون أن يحترموا ولا أن يبجلوا ولا أن يبقوا على حكم المسلمين ولا طرف ساعة أبدا. حدثوني بأنواع العذاب، من أقوام يعلقون الأيام الطوال بأيديهم، ومن أقوام يحبسون في زنازين لا تتعدى أحيانا متر في متر، يحبس فيها 10 إلى 15. لو أراد أن يثني ركبته لا أن يجلس، مجرد أن يثني ركبته لا يستطيع. حدثوني عن طالب علم قبض عليه لأنه فقط يدرس الناس التوحيد، قبض عليه ثم رمي في زنزانة وربط وقيد وعصبت عيناه، فلبث اليوم الأول بلا طعام ولا شراب ولا حمام، واليوم الثاني بلا طعام ولا شراب ولا حمام، واليوم الثالث حتى كاد أن يهلك وسقط أرضا، فجعل يصيح ماء ماء. فأقبل إليه أحد الزبانية قال له تريد ماء؟ قال نعم. فلما قال له ذلك قال افتح فمك، ففتح فمه فأخرج ذلك عضوه وتبول في فمه. هذه وقائع ما سمعتها في أخبار، ولا رأيتها في قناة إخبارية، ولا قرأتها في إنترنت. وقائع حدثني بها الذين عاصروها، وربما كان ابنا له أو كان أختا أو كانت زوجة، وترى تقطع الكلام منهم والبكاء حتى إنك لا تستطيع أن تطلب منه أن يكمل قصته. وحدثونا عن الاغتصاب والفجور، وكم من عين باكية وقلب حزين ولسان يتقطع وهو يتكلم، فتدرك في داخلك أنه يقصد نفسه أو ابنته، لكنه يضيق صدره ولا ينطلق لسانه. كانوا إذا جن عليهم الليل أمروا بناتهم فدخلنا في الحمام يختبئنا طوال الليل، ينمنا في الحمام أو ينمنا تحت الأسرة، خوفا من أن يأتي أحد من زبانية ذلك الفاجر ليغتصبهن. فقد أباح لهم كل شيء، افعلوا ما شئتم، سرقا اغتصابا قتلا افعلوا ما شئتم، المهم أن أبقى على الكرسي. يقولون كنا يا شيخ بناتنا ينمنا في الحمامات خوفا عليهن. وحدثوني عن فتيات اختطفن، وأولئك كانوا يقصدون المتحجبات بالذات، اختطفت وهي فتاة عفيفة مؤمنة غافلة لا تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، فتاة ربيت على القرآن والتوحيد، ولو نظر أحد إلى طرف إصبعها لغضبت وما رضيت، وإذا بها تختطف. يقولون فيصاب أبوها وأمها بمثل الجنون، يا ليتها قتلت فما يدرون أين هي. يقولون فلا يمضي والله يا شيخ يوم أو يومان إلا ونجدها في صندوق الزبالة عارية ومقطعة. يقسمون لي أنهم رأوا ذلك بأعينهم. وأولئك الفجرة لا يقتلونها ويرمونها بعيدا، لا، بل زيادة في الإذلال يأتون بها لأجل أن يراها أهلها. ودخلوا على قرية من القرى، وأنا أعرف أسماء هذه القرى وأحفظها الآن، لكني لا أريد أن أذكرها حماية لهم. وقد سموا لي أشخاصا وبيوتا ومدنا وقرى، لكنني لن أذكرها، لكني متأكد يقيناً
من صدق هؤلاء الذين حدثوني. دخلوا على إحدى القرى وروعوا أهلها في دخولهم، فجعل الشباب يخرجون ليدافعوا عن أعراضهم، يريد أن يدخل الفاجر إلى البيت بكل ما فيه، فكان يقول انتظر فيه نساء، فكانوا يقبضون عليهم حتى قبضوا خلال ساعة على 70 شابا وأركبوهم في السيارات. وبعض الشباب الموجودين اضطروا للخروج والاختباء، فدخلوا إلى البيوت وقاموا باغتصاب الفتيات، وأقبلت امرأة حامل تدفعهم عن ابنتها فرموها بالرصاص في بطنها، فلما سقطت على الأرض حملوها معهم. قال فوجدت بعد يومين وهي منحورة نحر ومقطعة ومرمية عند بيت أهلها في كيس لحم. وحدثني أحدهم أنه قبض عليه، قال فكنت أعذب يا شيخ، ولما قلت يا الله التفت إلي أحدهم وقال شو الله؟ الله قتلناه رميناه. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. والله إنك ترى العبرة في عيون اليتامى وفي أنات الثكالى وفي قلوب الحيارى، تراهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تسمع كلامهم فلا تملك إلا أن تدعو على ذلك الفاجر وتدعو الله بأن يقيم علم الجهاد بينهم. التقيت برجل قد بلغ من الكبر عتيا، له أولاد كأنهم أقمار، شباب صالحون. يقول يا شيخ أقبلت مرة كتيبة لقتالنا وأقبلوا للفجور والعهر، فخرج إليهم ولدي قال فقتلوه وهو عنده 4 بنات وولدان. قال فدخلت على أمه بعدما قتل الولد وسحب معهم، دخلت على أمه قلت يا فلانة أحسن الله عزائك في فلان. قال فقالت الله أكبر، الحمد لله الذي أكرمني باستشهادة. يقول ثم مضى أيام وعمر ولدي 23 سنة. يقول مضى أيام وإذا ولدي الآخر عمره 28 سنة، وإذا به يخرج للدفاع عن أعراضنا فيقتل وعنده 3 أطفال. قال فدخلت على أمه قالت الحمد لله أن زادني من فضله. قالوا في اليوم الثالث أو الرابع خرج ولدي الثالث عمره 26 سنة ولا يزال يا شيخ منذ 3 أشهر لا ندري هل هو حي أو ميت، ويا ليته استشهد مثلهم. وأقبل طفل صغير وأنا أتحدث معه وقال يا شيخ هذا ولد ابن فلان تعال يا بابا، فجيء به إليه فقال له يا ابني هذا بيسأل عن أبوك، الأب الجد يريد أن يعطي الولد دفعة أن أباه رجل مهم والابن عمره 2 أو 3. قال يا ابني هذا يسأل عن أبيك. فقال يا جدي أنت وفين بابا؟ قال يا ابني بابا قلت لك بابا راح الجنة. قال يا جدي ليش ما تروح الجنة ترجع بابا؟ فانفطر قلب الجدي وجعلت تذرف عيناه بالدموع. وحدثوني حدثني أحدهم عن ولده وهو شيخ كبير وقد استشهد ولده، حدثني عن ولده قال خرج ولدي يوما فأصيب فرجع إلينا وجعلنا نحاول أن نعالج إصابته. يقول فإذا بمجموعة من الزبانية يدخلون علينا ويضربون الولد، يقول وكانوا يكررون من الخيالة البيض الذين معكم، من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضة، أين هم؟ اعترف منهم.
يقول يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض إلا أن تكون ملائكة من السماء. ثم استشهد ولده بعد ذلك. وحدثوني أنه لما ضيق عليهم في درعا فلم يجدوا ماء ولا طعاما ولا كهرباء حتى كاد الناس أن يهلكوا، قال فلا تسمع من البيوت مع حضر التجوال، لا تسمع من البيوت إلا لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. قال فوالله ما مضى علينا وقت إلا وقد انطرقت علينا السماء بالماء الزلال. قال فذهبت عنا تلك الضائقة. وحدثوني عن شاب في الجامعة دافع مرة عن أحد الأخيار الصالحين، فتغاضب معه شاب آخر طالب مثله من أنصار تلك النصيرية العلوية، من أنصار بشار الخنزير ومن معه، فتعارك معه وتخاصم. فذهب ذلك الطالب الأول وبلغ عنه، هذا وهابي، هذا يصلي، هذا يروح للجامع، هذا ركب عليه أنه يصلي ويذهب للجامع ويعتقد بالتوحيد. يقول وإذا بالزبانية يرسلون إليه من يقبض عليه فيعذبه. ثم في اليوم التالي لما بدأت الدراسة أدخل إلى الجامعة وذهب به إلى القاعة التي هي مليئة بزملائه الطلاب، ثم عري من ملابسه ووقع عليه أحدهم مغتصبا أمامهم، ثم لم يقتلوه، تركوه. فلك أن تتخيل كيف سيعيش نفسيا في حياته وقد فعل به ما فعل. انتهاك الأعراض، العبث بالنساء أمام أزواجهن، التحقيق مع الناس وهم عراه، هذا أمر تواتر. طلبت علم ومشايخ وأئمة مساجد وناس فضل كرم عقل لهم شأن، وإذا هم يعرون في السجون ويؤمرون إذا أقبلوا إلى الضابط ليتكلم معهم يؤمرون قسرا أن يركعوا وهم عراه، ويدفع بعضهم على بعض حتى يدخل وجه الرجل في دبر الآخر وهم ينظرون إليه. ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكن هذا الخنزير القذر ومن معه لا يعرفون كرامة إلا لأنفسهم، ولا يعرفون رفعة إلا لهم، ولا يبحثون عن عز إلا لعزهم وشرفهم ومكانتهم. وأي كفر أعظم ممن يسب الله أو يتنقص وحدانيته عز وجل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والله إنك لتسمع منهم حكايات ينتفض الأطفال وهم يتكلمون بها، بل قد حدثوني أن ذلك النظام الفاجر قد سلح بعض الطوائف في سوريا وأمرهم أن يقتلوا بها أهل السنة. يقول وكان بعضهم على علاقة حسنة بأهل السنة فلم يرفعوا عليهم سلاحا، قال فجعل ذلك النظام يختطف بناتهم ويختطف أطفالهم وربما اعتدى عليهم بالقتل ليظهر أن أهل السنة فعلوا ذلك. يقول وكانوا يسألون الأطفال في الشوارع تعرف الشيخ فلان، ويسمون بعض المشايخ الذين لهم أثر في دعم الجهاد في سوريا وفي الدفاع عن كرامة أهلنا هناك، يسمون فلانا وفلانا وفلانا، تعرف الشيخ فلان؟ فإذا قال الطفل نعم أعرفه قبض عليه مباشرة وقتل هو وأهله. لماذا تتابعون فلانا؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والله إننا واثقون في نصر الله تعالى للإسلام، في نصره للإسلام إن في سوريا وإن في غيرها من البلدان، وليغلبن مغالب الغلاب، ولينصرن الله من ينصره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره.